بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج نجم الجماهير. النهارده معانا قضايا كتيره جدا ومعانا ضيوف من العيار الثقيل، كابتن اسامه خليل نجم مصر ونجم النادي الاسماعيلي وواحد من احترف كره القدم في امريكا، ومعانا يعني كمبيوتر الرياضه المصريه والافريقيه والعربيه الدكتور طارق الادور للحديث معاه في كل الملفات المحليه والعالميه. لكن النهارده معانا اهم قرارات الجمعيه العموميه للجنه الاولمبيه، الجمعيه العموميه يعني 28 اتحاد رياضي مصري خدوا بعض القرارات الخطيره والمهمه بشان رئيس نادي الزمالك وتداعيات ده ايه وتاثيراته ايه وايه الحكايه وايه الروايه وايه القرارات، هنشوفها معاكم. ونبدا بالعالمين يا استاذ خالد. رسميا الجمعية العمومية للجنة الأولمبية تقرر إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين. اثنين، عودة فرق الزمالك للعب في متعقبة والمهلة تنتهي 28 أكتوبر. ثلاثة، منع رئيس الزمالك من حضور أي منافسات رياضية. أربعة، عدم الاعتراف بأي مخاطبات رسمية تحمل توقيعه. خمسة، تحريك دعوة في مركز التسوية والتحكيم الرياضي لإسقاط عضويته. ستة، الجمعية العمومية للجنة الأولمبية تقرر مخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتجاوزات التي ارتكبها رئيس الزمالك وتطلب رفع الحصانة عنه. الجمعية العمومية للجنة الأولمبية تطالب وزير الشباب والرياضة باستخدام صلاحياته وحل مجلس الزمالك. الأهلي بيقول هو اللي هيبيع حقوق التسويقية ونحن ننفرد، برزنتيشن تفوز برعاية الأهلي. جرس بإدارة الزمالك محمد إبراهيم مش هيمشي. الاهلي يوافق على اسناد رعايه ملابس قطاع الكره لشركه امبرو. استبعاد ثمانيه لاعبين من مواجهه وفاق الصيف اهمهم ناصر ماهر ومؤمن زكريا. محمد يوسف يحذر وليد ازارو من الانشغال بالعروض الاحترافيه. الانتاج يحسم التجديد لعامر عامر بعد مواجهه الزمالك. المقاولون العرب يرفض استقاله علاء نبيل وتغييرات في الجهاز المعاون. قبل ما نخش في التقيل عايزين نقول لكم الحلقه مذاعه على لايف على الفيسبوك على موقع كره بلدنا وعلى عبد الناصر زيدان فيس ويوتيوب وعلى موقع نجم الجماهير. والنهارده معانا رقم الواتساب اللي هنتواصل عليه ونقول ما رايكم في التطورات الاخيره للجنه الاولمبيه مع رئيس الزمالك. ده سؤال عاوزين الناس تجاوبنا عليه على الواتساب اللي رقمه 012 88 79 84 99. معانا رقم استاذ خالد على الشاشه 012 88 79 84 99. نتواصل عليه مع بعض في الحلقه واي سؤال لاي حد باذن الله وخاصه ضيوفنا. نبدا بالقنبله النهارده. النهارده الجمعيه العموميه للجنه الاولمبيه بتعقد اجتماع للجمعيه العموميه، يعني مفترض 29 اتحاد رياضي، اتحاد التنس عنده مشكله فما حضرش، حضر 28 اتحاد رياضي اليوم. قرارات يعني في منتهى الاخلاق، في منتهى الروعه، في منتهى الجمال، في منتهى الالتزام، لان القرارات تم اتخاذها وفقا للميثاق الاولمبي، وفقا للميثاق الاولمبي، وفقا للقوانين واللوائح الدوليه في مجال الرياضه المصريه. النهارده الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه مش مجلس اداره الجمعيه الاولمبيه، لا ده دي الجمعيه العموميه، يعني 28 اتحاد حاضر، وحضر اسطوره كره القدم المصريه ونجم نادي الزمالك الكابتن حازم امام
معانا الصور بتاعته مستر خالد. حضر النهارده الاجتماع ممثل عن اتحاد الكوره، وهو ممثل اتحاد الكوره في الجمعيه العموميه للجنه الاولمبيه المصريه زي ما كان قبل كده كابتن حماده المصري. فهو يعبر عن اتحاد الكوره، هو اللي بيصوت باسم اتحاد الكوره، وده بيتم مع انتخاب مجلس اداره جديد لاتحاد الكوره وللجنه الاولمبيه، بنقول مين الممثل الموجود لاتحاد الكوره في اللجنه الاولمبيه. النهارده حضر حازم امام، وحضر 28 اتحاد، واتخذوا قرارات تاريخيه من الكلمه، حاجات يعني انت عارفين شوكار لما بتقول شيء لا يصدقه عقل. اللي حصل النهارده ده رجوله لا يصدقها عقل من الاتحادات الرياضيه اللي عايزه تفرض الاخلاقيات والسلوكيات الرياضيه على الوسط الرياضي، ترفض البذاءه، ترفض التطاول، ترفض السباب، ترفض الشتائم، ترفض التجريح، ترفض الاهانات. عاوزه الوسط الرياضي يمتاز بالخلق الرياضي، بالاحترام المتبادل، بالمنافسه الشريفه، بالمنافسه الشريفه، نبعد عن الاتهامات والسباب واللعان وما الى ذلك. لا نسمع امك ولا نسمع ابوك، لا نسمع يبتاع فلان ولا يبتاع فلان. هو ده اللي النهارده اللجنه الاولمبيه اتخذت القرار. قلت لكم العناوين، لكن خلونا نقول نص البيان، نص البيان اللي طلع ونقف عند كل قرار نحلله ونشوف قد ايه اللجنه الاولمبيه تعيد الانضباط للوسط الرياضي. زي ما عادها مجلس اعلى الاعلام بقراره بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك في وسائل الاعلام، النهارده الجمعيه العموميه 28 اتحاد عاملين اجتماع بياخدوا فيها قرارات تاريخيه. هذا شيء يدل على ان رئيس نادي الزمالك يسيء الى ناديه باجماع رؤساء الانديه، باجماع الجمعيه العموميه، باجماع الاتحادات الرياضيه. اذا مش احنا اللي بنقول ولا غيرنا اللي بيقول، واحنا ناقلين لهذه القرارات التاريخيه. اول حاجه، لقد قالت اللجنه الاولمبيه المصريه على نفسها بمساعده خلاقه من جمعياتها العموميه على اعاده البناء الاخلاقي والقيمي. انا عاوز احيي اللي كاتب البيان ده، لان انا استمتعت بكل مفرد فيه وبكل كلمه كاتبه بميزان من ذهب. معرفش بقى المهندس هشام حطب ولا المهندس شريف العريان ولا ياسر ادريس ولا الششتاوي ولا مين بالظبط. على إعادة البناء الأخلاقي والقيمي وإعادة السلوك القويم إلى مضمار الرياضة المصرية. وفي سبيل تحقيق هذا الغرض، فقد دعت اللجنة الأولمبية المصرية إلى جمعية عمومية غير عادية اليوم السبت 20/10، كان من ثمارها القرارات الآتية. استمتعوا بقى بالقرارات، اتمزجوا بالقرارات. أولا، قرارات الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية، اعتماد كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لمواجهة تجاوزات السيد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. يعني كان في قرارات خدتها اللجنة الأولمبية ضد رئيس نادي الزمالك، الجمعية العمومية بتوافق عليها بتؤيدها. ده موضوع خطير جدا 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 ان 28 اتحاد بيقرروا هذه الامور. اتنين، اعتماد قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بوقف نشاط السيد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لحين انتهاء التحقيق معه بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الإدارة، اللي هو يبقى يمتثل أمام معالي المستشار محمد قنصوة يوم 28 أكتوبر، اللي قاله هنا أخويا عبد الناصر الزدان أظن يوم الخميس، إن في خلاص الميعاد يوم 28 أكتوبر، لازم يمتثل للتحقيق قدام واحد من أعظم القضاة في تاريخ مصر، في تاريخ مصر القضاء. لازم يمتثل للتحقيق. طب لو ما تمثلش للتحقيق هيبقى فيه عقوبات اشد واعنف عليه، تصل الى مرحله حسب معلومات الشطب من سجلات الرياضه المصريه والافريقيه والعالميه. يعني لا يجوز له الترشح لاي منصب رياضي في اي هيئه، ان شاء الله مركز شباب شالوش لو حصل موضوع التجميد، لو حصل موضوع الشطب عفوا. اثنين، وفي حالة امتناع رئيس نادي الزمالك عن تنفيذ هذا القرار يعتبر نشاط النادي موقوف تلقائيا. يعني النهاردة لو يوم 28 ما راحش رئيس نادي الزمالك للتحقيق امام المستشار محمد قنصوة، يعتبر نشاط النادي موقوف تلقائيا في ايه بقى؟ في الاتحادات المعنية، وتعتبر موافقة الجمعية العمومية على ذلك بمثابة موافقة من الاتحادات. يعني ممثل الاتحاد ده حازم امام حاضر، ده معناه موافقه الاتحاد الكوره، وما ينفعش يخالف. في هنا التزام، في هنا التزام. فبالتالي لو يمتثل هيبقى في ايقاف للنشاط الرياضي لنادي الزمالك. ليه؟ امتى؟
الى حين تصعيد الامر شابه اجتماع مجلس الإدارة، لأن هجيلكم بعد كده جزئية خطيرة جدا، إن الجمعية العمومية بتفاوض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في اتخاذ ما تراه باسم سلطة الجمعية العمومية. يعني واخدين بالكم لما بيحصل كده في الجمعية العمومية لأي نادي إن يجي يقول إن تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كذا، النهارده نفس الأمر، إن الجمعية العمومية اللجنة الأولمبية فوضت مجلس الإدارة في متابعة موضوع رئيس نادي الزمالك واتخاذ ما يرونه باسم الجمعية العمومية مش باسم مجلس الإدارة. ايه الفرق؟ الفرق هنا ان في قوة للقرار، ان ده اجماع من مجلس إدارة او من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية. ودي اخطر جزئية، ان بيعتبر النشاط الرياضي موقوف تلقائية، ما راحش يوم الحد يتوقف النشاط، حد يقول يتوقف لحد امتى؟ اقول له حد تاني يوم، تالت يوم، اول اسبوع، تاني اسبوع يجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بسلطة الجمعية العمومية ويتخذ قرار تصعيدي ضده. معانا واحد من أفضل الشخصيات في الوسط الرياضي ومن مسهم سباب أو ألفاظ رئيس نادي الزمالك، واحد من الناس الرجالة اللي وقفوا أمام هذا الأمر والقيادات الرياضية التي تفتخر بها مصر ومن الكوادر الرياضية التي تفتخر بها إفريقيا، المهندس شريف العليان سكرتير عام اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، واللي بنهنيه على النتائج الإيجابية اللي حصلت في دورة الألعاب الأولمبية للشباب. يا باشمهندس أهلا بحضرتك. طب هاتوا الباشمهندس الشريف. طيب، يعتبر نشاط النادي، لازم أكد لكم على دي، يعتبر نشاط النادي موقوف تلقائيا في الاتحادات المعنية، وتعتبر موافقة الجمعية العمومية على ذلك بمثابة موافقة الاتحادات المعنية على هذا القرار على أن تقوم باختيار اتحاداتها القارية. يعني مش بس هتوقف محل والنشاط هتوقف محل، لا لا، ده الاتحادات نفسها هتقوم بإبلاغ الاتحادات، يعني بيد لا بيد عمرو، بيد اللجنة الأولمبية المصرية وليس بيد اللجنة الأولمبية الدولية. هذه الاتحادات سوف تبلغ الاتحادات القارية والدولية في إطار التزام هذه الاتحادات المنتمية للحركة الأولمبية المصرية بالمواثيق والمعايير الدولية تنفيذا لنص المادة 84 من الدستور المصري. الدستور بينص ان احنا بناخد قواعدنا الرياضية وفقا للميثاق الأولمبي واللوائح الدولية في الهيئات الرياضية. دي جزئية خطيرة لم تنتبه اليها المواقع النهاردة اللي نشر الامر، وهو ايقاف النشاط في نادي الزمالك وابلاغ الجهات. كل بص على ايقاف رئيس نادي الزمالك عامين، لكن الجزئيه دي الاخطر، انه لو ما راحش يوم 28 يبقى في قرار بتجنيد النشاط الرياضي، بايقاف النشاط الرياضي لنادي الزمالك. شوفوا قد ايه بقى رئيس نادي الزمالك وصل نادي عظيم وكبير، واحد من اعظم الانديه في تاريخ الرياضه العربيه والافريقيه مش تاريخ الرياضه المصريه، وكم انجب من مواهب في كافه الالعاب الرياضيه، وصلوا لمرحله الايقاف. طب انت النهارده ليه ما تمتثلش وتروح للتحقيق؟ انت ازاي اصلا تودي ناس عند اللجنه الاولمبيه وتتطاول عليهم بشتائم ثم تتطاول عليهم بالسباب واللعان وبالالفاظ الجارحه في مداخلاتك التلفزيونيه؟ ازاي توزع اتهاماتك العنصريه على مسؤولين في اللجنه الاولمبيه المصريه؟ فبالتالي وصلت نادي الزمالك العظيم الى هذه المكانه. البعض بعض الناس الموتورين يقول لك درع وسيف، درع وسيف ايه؟ اما وصلنا لكده، اما وصلنا ل 28 اتحاد بياخدوا اجراءات ضد نادي الزمالك المحترم والعظيم، وصلنا الى مرحله ان تجميد النشاط، ايقاف النشاط في نادي الزمالك وتجميد رئيس النادي سنتين وراح للشد اذا هو ما التزمش، وراح ل 28 ينثر للتحقيق امام معالي المستشار محمد قنصوه. شوف بقى اللجنه الاولمبيه قالت لك ايه. ومع ذلك وحرصا من الجمعيه العموميه ومجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه تمت الموافقه على السماح لفرق نادي الزمالك باللعب على ملاعبها. يعني كده اللجنه الاولمبيه احتراما لقيمه نادي الزمالك وللفرق الرياضيه في نادي الزمالك ولتاريخ وعظمه نادي الزمالك وافقوا ان تلعب جوه نادي الزمالك لحد يوم 28. يبقى حطوا كده الكره في ملعب رئيس نادي الزمالك، امتثل للتحقيق يتم انهاء الامر، امتثل للتحقيق وتحمل العقوبه او تحمل الاشاده ايا كان الامر، لكن تمتثل للتحقيق. حد يقول لي طب ايه اهميته ان يمتثل للتحقيق؟
أهمية أن يمتثل للتحقيق الآتي: واحد، اعتراف إقراره الرسمي بأن اللجنة الأولمبية المصرية هي المسؤولة عن النشاط الرياضي المصري في الأندية وفي الاتحادات. هو مش عاوز كده، مش عاوز كده ليه؟ عشان إن هو عمل جمعية عمومية غير عادية وعادية لم يكن بها إشراف قضائي، واللجنة الأولمبية المصرية أقرت ببطلان إجراءاتها. يعني الموضوع إن هو اللجنة الأولمبية أقرت ببطلان جمعية عمومية، فحصل هذا التصعيد اللي أدى لإيقافه عامين وإحالته للتحقيق وتهديد بإيقاف النشاط الرياضي لنادي الزمالك محليا وأفريقيا وعالميا. والسبب ان هو كل واحد أمك وأبوك، كل واحد أصل وفصل، كل واحد اتهامات وبزاءات. جه المجلس الأعلى للإعلام بقيادة الكاتب الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد منعه من الظهور بعد زيادة البزاء إلى مرحلة لا يتحملها بشر ويرفضها المجتمع كله، أهلاوي وزملكاوي وحتى اللي بيشجع ما بيشجعش كورة. في تأفف من مثل هذا الأمر، في رفض لهذا الأمر. طيب يبقى كده اللجنة الأولمبية رجعت فرق نادي الزمالك تلعب جوه نادي الزمالك إلى حين امتثال رئيس نادي الزمالك للتحقيق من 28. ما راحش يبقى في تجميد للنشاط الرياضي في نادي الزمالك، والاتحادات المحلية تبلغ الاتحادات القارية والاتحادات الدولية. يبقى انت كده قفلت نادي الزمالك بالضبة والمفتاح، ويتم ابلاغ اللجنة الاولمبية الدولية. تحدي قولي توقعاتك ايه؟ هيروح، لان لو ما راحش يبقى جرى نادي الزمالك لكارثة تاريخية ما حصلتش. لازم يروح وينبل امام واحد من افضل القضاء او من اعظم القضاء في تاريخ مصر، هو المستشار محمد خنصور. وإلا سنضطر، شوف لجنة الأولمبية بقى قالت إيه، وإلا سنضطر آسفين للرجوع للقرار السابق بمنع إقامة المنافسات على ملاعب نادي الزمالك. طيب ثانيا، قراءة الجمعية العمومية معانا يا أستاذ خالد، ده غير العادية للجنة الأولمبية المصرية، اعتماد مذكرة الشؤون القانونية والمعتمدة من مجلس، معانا على الهواء الأستاذ شريف. طب خلي بالكم ان المهندس الشريف ممكن يبقى في المطار او حاجه فنجيبه باستمرار، ومعانا اعضاء لجنه الاولمبيه كلهم، يعني ما عشان في المطار نشوف المهندس ياسر ادريس هشام بيحضر كل الناس. قرات اللجنه الجمعيه العموميه غير العاديه للجنه الاولمبيه المصريه اعتماد مذكره الشؤون القانونيه والمعتمد المجلس اللجنه الاولمبيه المصريه بجلساته رقم 7 في 1/10/2018. عملت المذكره دي اللي وافقت عليها الجمعيه العموميه. اللي بيحصل النهارده ده خطير وبيرسي قيم رياضيه عظيمه في تاريخ الرياضه المصريه. لايه؟ لانك انت بتعاقب واحد، يعني رئيس لواحد من اعظم الانديه. فبالتالي ان في 28 اتحاد بيقعدوا ويتخذوا هذه القرارات، ده موضوع تاريخي تاريخي. واحد، اتخاذ الاجراءات القانونيه امام مركز التسويه والتحكيم الرياضي لاسقاط عضويه السيد رئيس مجلس اداره نادي الزمالك لانتفاء شرط حسن السيره والسمعه. ليه؟ ده الموضوع اللي انا كنت قلت لكم عليه الاسبوع اللي فات او اللي قبله، قلت لكم ان في شخصيات هترفع قضيه في مركز التسويه والتحكيم لاسقاط عضويه رئيس نادي الزمالك لانتفاء شرط حسن السير والسمعه. طب حسن السير والسمعه ده ايه الاماره عليه؟ الحيثيات اللي هتترفع الأمارة عليه حاجتين أو ثلاثة: قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتجميده، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بتجميده، قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه لمدة عامين. فبالتالي هنا بقى شخص يعني غير مرغوب فيه في الوسط الرياضي، وهيرفعه على هذا الأساس. ده عملا بنص المادة 21 من القانون رقم 71 لسنة 2017 اللي تم إقراره العام الماضي الصادر في شأن الرياضة، ونصت المادة 27 بند رقم 3 من القرار رقم 50 سنة 2017 بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك القانونية والسارية المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 197 تابع به في 29 أغسطس 2017. يعني هنا نفس الشروط دي اللي في رائحة نادي الزمالك، ان رئيس النادي المرشح او الموجود يبقى حسن السير السيرة محمود السمعة. فده بينتفي وفقا لما سيرفع. لكن الجمعية العمومية هنا اكدت على ايه بقى؟ خدوا الاجراءات القانونية ضد، يعني الاجراء القانوني ده مش متخذ بقرار مجلس ادارة اللجنة الاولمبية برسم المهندس هشام حاطب، لا ده باجماع 28 اتحاد.
باجماع كل القيادات الرياضيه، كل رؤساء الاتحادات الرياضيه، كل الهيئات الرياضيه بتطالب باسقاط عضويه رئيس نادي الزمالك. اتنين، واتنين دي لينا فيها حكايات، لان احنا قلناها قبل كده، لكن يبدو ان معالي وزير الشباب والرياضه الصديق اشرف صبحي اللي هو هيستقبل بعثه مصر النهارده اللي راجعه من الدوره الاولمبيه للشباب مهمه جدا، وهي انه يستخدم صلاحياته في اتخاذ الاجراءات المناسبه ضد رئيس نادي الزمالك لحمايه نادي الزمالك. طيب الماده بتقول ايه؟ اثنين، مخاطبه السيد وزير الشباب والرياضه للنهوض بالتزامه القانوني بانفاذ نص الماده 53 من القرار رقم 605 والمعدة بقرار رقم 628 بشان اللائحه الماليه الموحده للانديه في شان المخالفات الماليه لرئيس مجلس الزمالك على ان تتخذ الاجراءات القانونيه للتنفيذ الصور. ايه بقى الماده 53 دي؟ ماده 53 معايا هيك، ما اعرفش معاكم ولا لا يا استاذ خالد، بتقول لك ايه؟ الماده دي بتمنح وزير الشباب والرياضه سواء بقى الدكتور اشرف صبحي او المهندس خالد عبد العزيز، بس الدكتور اشرف صبحي عدلها بحيث يخلي ايد الدوله قويه في موضوع اللائحه الماليه المخالفات الماليه. فعمل ايه؟ قال الاتي: تعديل نص الماده 53 من اللائحه الماليه للانديه الرياضيه الصادره بقرار وزير الشباب والرياضه 605 ل 2017 لتكون للوزير المختص اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه تجاه مجلس اداره النادي في الحالات الاتيه. شوف الحالات اللي جايه عشان نعرف ان وزير الشباب والرياضه ممكن يريح مصر كلها من رئيس نادي الزمالك باستخدام الماده 53 اللي هو ايدها اللي هو عدلها. دكتور اشرف صبحي النهارده ممكن يريح مصر بحالها، ممكن ينقذ نادي الزمالك ان هو في الحالات الاتيه: واحد، مخالفه احكام نصوص المواد الوارده بهذه اللائحه. اثنين، عدم الرد على تقارير الجهات الرقابيه او رد على نحو يمثل مماطله او تسويف في اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه الواجبه للاتباع حيال ما تضمنته تلك التقارير من مخالفات ماليه. يعني النهارده النيابه العامه ونيابه الاموال العامه بتحقق في مخالفات، بنقول بتتبعت طلبات لاعضاء مجلس اداره نادي الزمالك والموظفين في النادي ما بيروحوش، لا ترفع الحصانه عن رئيس نادي الزمالك ونجله، فبالتالي يحق للوزير هنا ان هو يحل المجلس ويحل للنيابه العامه طالما في مخالفات. طب اللي بعدها، عدم تمكين او منع اي من الجهات الرقابيه من اداء عملها، وده حصل ايام اللجنه الاولمبيه ايام اللجنه الماليه. اللي بعدها ممكن يعني اللي يعمل اللي هو عاوزه، يعمل اللي هو عاوزه. المخالفات الوارده بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابيه ذات الاثر المالي، ذات الاثر يعني عنده تقرير مراقب حسابات او تقرير جهاز مركزي المحاسبه يمكنه من حل مجلس الاداره واحالته للنيابه العامه. اللي بعدها، عدم الوفاء بالالتزامات الماليه المستحقه للجهات والهيئات الحكوميه، تامينات، ضرائب وغيرها. اديكم عارفين ايه اللي كان حاصل في التامينات والضرائب في الفتره الماضيه وعدم السداد. فاللي انا بقوله ان الدكتور اشرف صبحي يمكن ان هو يريح مصر كلها، وده اللي بتقوله الجمعيه العموميه للجنه الاولمبيه المصريه، انك انت ممكن تستخدم صلاحياتك وفقا للماده 53 اللي حضرتك عدلتها بحيث تبقى سلطه الدوله قويه. مش معنى ان هو عامل لائحته معناها ان الدوله غايبه. باللائحه الماليه يمكنك معاقبه اي هيئه او اتحاد، وهنا وفي المالي مش تدخل، عشان تبقى بس الناس عارفه، في المالي مش تدخل حكومي. فكان يمكن للوزير اشرف صبحي ان هو يستخدم ده، وعشان كده مفرد جميل جدا ان هما بقول لك بيقولوا ايه، مخاطبه السيد الدكتور وزير الشباب والرياضه للنهوض انهض بالتزامه القانوني. يعني هو يستطيع ان يستخدم صلاحياته القانونيه. ثالثا، دي بقى القنبله اللي هو ايه، الجمعيه العموميه منعقده، اي قرار هيطلع يطلع بايه؟ بقرار جمعيه عموميه اللجنه الاولمبيه المصريه، مش قرار مجلس اداره اللجنه الاولمبيه. ثالثا، قرارات الجمعيه العموميه غير العاديه للجنه الاولمبيه المصريه بالاجماع الموافقه على تفويض مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه في اتخاذ كافه التدابير والاجراءات التي تتوافق مع الدستور وقانون الرياضه والمواثيق والمعايير الدوليه ومدونه السلوكيات والاخلاقيات والقيم الرياضيه بما يكفل
توفير مناخ يتلائم مع القيم والأخلاق الرياضية في صدد إشكالية رئيس نادي الزمالك وغيره من أي حالة من حالات الخروج على القيم والأخلاقيات الرياضية التي قررتها مبادئ الحركة الأولمبية. يعني النهاردة يمكن لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المحترم المهندس هشام حطب اتخاذ أي إجراء في وهو مفوض من الجمعية العمومية، يعني ياخد الإجراءات بقرارات جمعية عمومية مش محتاج يدعيهم تاني. اللي بعده اعتماد كافة القرارات الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لردع التجاوزات الصادرة من السيد رئيس نادي الزمالك وآخرها إيقافه بصفته رئيسا لنادي الزمالك لمدة عامين عملا بأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية. أنت النهاردة ده قرار تاريخ. لو في جمعية عمومية النهاردة في نادي الزمالك ورموز نادي الزمالك بتحركه وقيادات نادي الزمالك بتحركه يبقى في جمعية عمومية لسحب الثقة اللي بتعرض ليه نادي الزمالك ده ما تعرضش ليه في تاريخه. الناس اللي شايفه ان ده درع وسيف اهو ايقافه لمده عامين بقرار من 28 اتحاد جمعيه عموميه اللجنه الاولمبيه بتقول لك ده يتوقف. ليه يا عم يتوقف؟ قال لك عملا باحكام مدونه السلوكيات والاخلاقيات والقيم الرياضيه. الناس بتلعب رياضه منافسه شريفه قائمة على السلوك الرياضي على الروح الرياضية على الأخلاقيات الرياضية مش على السلوكيات التانية اللي ما ينفعش أقولها اللي أدت إلى إيقافه ومنع من الزور إعلامي. ما ينفعش نتكلم في اللي فات، لو اتكلمنا في اللي فات يبقى غلط. ما ينفعش نقول بقى كنت تقول على فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، خلاص مش عايزين حد ناخد نقل الكفر، لأن اللي فات بشع، اللي فات ما يرضيش ربنا وانتقناه هنا وتحرير على الاعلام برئاسه الصحفي الكبير استاذنا وفخر الصحافه المصريه الاستاذ مكرم محمد احمد وتحركت اللجنه الاولمبيه المصريه بقياده هشام بيه حطب والاتحاد الافريقي لكره اليد والاتحاد الافريقي لكره القدم واتخذت اجراءات تاريخيه. رابعا قرار، شوفوا بقى اللي بعدها دي لان دي جامده بصراحه، انا متكيف من قرارات اللجنه الاولمبيه، قرارات تاريخية عمرها ما صدرت ضد أي مسؤول في أي دولة في العالم ولا في بلاد الواقع ولا في أي دولة. وده معناه أن الرياضة المصرية ترفض رئيس نادي الزمالك بقرارات جمعيتها العمومية، مش بقراراتنا احنا، مش برأينا لا أنا ولا عبد الناصر، لا بقرارات 28 اتحاد رياضي مصري، جمعية عمومية لكل المسؤولين في الاتحادات الرياضية المصرية بيقولوا الآتي: قرارات الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية الموافقة على توجيه خطاب إلى فخامة السيد الرئيس رئيس الجمهورية يدين التصرفات الصادرة من السيد رئيس نادي الزمالك مستغلا الحصانة البرلمانية على غير ما قررت له مستغلا الحصانة البرلمانية على غير ما قررت له. انت جاي الرياضة بنتكلم رياضة ما بنتكلمش سياسة ولا برلمان. الناس عاوزين يسألوك ويحاسبوك وفقا للقيم والسلوكيات والأخلاقيات الرياضية وفقا للميثاق الأولمبي وفقا للروح الرياضية. مستغلا الحصانة البرلمانية على غير ما قررت له كغطاء غير قانوني. مش هقول لك انا متكيف من كاتب البيان، اللي كاتب البيان ده معلم وانا اظن ان هو هشام بيه حطب معلم كل مفرد تقيل. مستغلا الحصانة البرلمانية على غير ما قررت له كغطاء غير قانوني للإفلات من المساءلة القانونية جراء ما ارتكبه من جرائم سب وقذف. طلبت الهيئات الرياضية الدولية والهيئات الرياضية المصرية ورموز الرياضة المصرية والعربية والإفريقية وعلى رأسهم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وفخر مصر وعضو اللجنة الأولمبية الدولية. ما جابوش بقى سيرة فلان ولا فلان هنا،
ولا يبقى يقول لك ده فلان وفلان وقابض وعامل وعارف ومرتش كده. لا، قال لك حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، تاني اهم اتحاد بعد الاتحاد الدولي لكرة القدم في العالم، مصري نفتخر به، نجله ونقدره ونحترمه. اللي عمل نهضة في كرة اليد المصرية ادت الى فوز منتخب الشباب بكاس العالم 93 مع المرحوم كابتن جمال شمس، جيل جوهر، نبيل وسامح عبد الوارث والمجموعة، واشرف عواد وكل المجموعة دي، ومجد ابو المجد، مجموعة عظيمة كلها فازت بكاس العالم للشباب، وحط مصر دكتور حسن مصطفى بهذا الجيل انه بقى خلاص في المربع الذهبي لكاس العالم للكبار لعظماء كرة اليد. النهارده بيتم سبه والتجريح فيه والتجريح من رحلوا حتى عن الحياة الدنيا واصبحوا بين يدي الله. خامسا، قرارات الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية، الموافقة على تشكيل وفد من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بصفتها أعلى جهة رياضية في مصر لمقابلة معالي المستشار النائب العام الموقر لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة بشأن تجاوزات رئيس نادي الزمالك، ولمخاطبة معالي الدكتور رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عنه ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية. الناس بتتشتم، بيتقال كده فلان حرامي، فلان حرامي، فلان مش عارف ايه، فلان ايه بالاسم، والناس بتقدم بلاغات يقولوا له عنده حصانة، ما نقدرش نسأله عشان عنده حصانة. طب هو انت واخد الحصانة تحميك من الـ من الـ من الهيئة التنفيذية وانت بتسأل وزير او مسؤول، ولا واخدها عشان تشتم الشعب ومحدش يقدر يسألك؟ كل اللي بنقبله وهو هذا الامر، ان اللجنة الاولمبية شكلت وفد من عندها لمقابلة اتنين من الشخصيات والمناصب المرموقة في مصر، معالي المستشار النائب العام ومعالي رئيس مجلس النواب، بيقولوا له او بيقولوا للثنائي والنبي عاوزين ناخد حقنا، عاوزين نطبق القانون، عاوزين يبقى فيه احترام. فاش حد يطلع يتناول الناس بالسب والقصف والتجريح والتشهير وما نعرفش ناخد حقنا بحجة الحصانة. يعني ما ينفعش اطلع انا على الهوا ولا الفيديوهات اقول فلان حرامي، فلان بتاع مخدرات، فلان مش عارف ايه مسجون، فلان مش عارف مقتول، فلان مرتش، ومحدش يعرف ياخد منه حق ولا باطل. اه والله العظيم محدش يعرف ياخد حق ولا باطل بحجة الحصانة. فالناس النهارده في لجنة الأولمبية، الجمعية العمومية لجنة الأولمبية قرروا اللجوء لمعالي رئيس الجمهورية الأول، بيقولوا الراجل ده بيعمل فينا 1 2 3 4، ثم اللجوء لمعالي النائب العام ومعالي رئيس مجلس النواب لرفع الحصانه عنه عشان ياخدوا حقهم. ما هو مش عدل، مش عدل يا سياده القاضي ان يبقى في ناس بتتشتم ومش عارف تاخد حقها، مش عارف تاخد حقها، مش عارف تاخد حقها عشان الحصانه. لا طبعا ما ينفعش وما يرضيش ربنا. فبالتالي الاولمبيه عملت وفد يقابل الشخصيتين المحترمتين والراقيتين والتي تفتخر بمقامهما مصر، وهما معالي النائب العام ومعالي رئيس مجلس النواب. دي الثلاث القرارات اللي تم اتخاذها النهارده، وهي قرارات تاريخيه غير مسبوقه، غير مسبوقه. فين صور حازم امام والناس يا استاذ خالد؟ استاذ خالد، استاذ خالد طب الصور بتاعت الناس اللي حضروا في مقدمتهم حازم امام، لان حازم امام يقعد يشتم 6 اشهر عشان حضر، يعني هو اتشطب حد بهذا الاحترام؟ الصور لا، الصور الفوتوغرافيه، الصور غير التقرير. فبالتالي النهارده كابتن حازم امام حضر النهارده، واحد من اعظم رموز الكره المصريه، وليس رمزا فقط لنادي الزمالك او لفريق نادي الزمالك، ده رمز للرياضه المصريه مش الكره بس، ده واحد من اساطير الكره المصريه سواء على المستوى الاخلاقي او المستوى الفني او حتى العيله المحترمه. العيله المحترمه كابتن حماده امام، كابتن يحيى الحريه امام، رمز عظيم اتشطب من نادي الزمالك عشان وقع على بيان ايقاف مرتضى، فالنهارده عفوا عشان الاسم بس، عشان ايقاف رئيس نادي الزمالك. احنا بنحترم كل طبعا كل التعليمات عشان ايقاف رئيس نادي الزمالك،
فبالتالي النهارده حضر بشخص بشحمه وبلحمه وحضر الاجتماع وصوت بالموافقه على كل القرارات اللي تم اتخاذها حفاظا على سمعه الناس وحفاظا على حقوقها. فحضرت حضرت اجتماع اليوم السابع النهارده، حضرت اجتماع الاولمبيه ممثلا للجبلايه وطلبت عوده الزمالك لملاعبه. طبعا طلب عوده الزمالك في مده اسبوع، امتثلوا ما امتثلوش، لانه حازم بيدافع عن الفرق الرياضيه. لكن لو ما امتثلش رئيس نادي الزمالك هيبقى في ايقاف للنشاط يا كابتن حازم. فبالتالي النهارده كابتن حازم اكد ان الجميع عليه الالتزام بقرارات الجمعيه العموميه الغير عاديه للجنه الاولمبيه الجميع، لانه عمر كابتن حازم ما هيوجه الكلام لرئيس نادي الزمالك. ان الجميع عليه الالتزام بقرارات الجمعيه العموميه زي ما كتب اليوم السابع الغير عاديه للجنه الاولمبيه المصريه ضد رئيس نادي الزمالك. واشار حازم امام وفق اليوم السابع الى انه حضر الجمعيه العموميه الغير عاديه ممثلا لاتحاد الكره بالاضافه انه عضو اللجنه الاولمبيه المصريه، مؤكدا ان قرارات جمعها ضد رئيس نادي الزمالك وليس النادي. خلي بالكم من كده، ده واحد بقى من اساطير الكوره، واحد من اساطير الكوره بيقول لك ان القرارات ضد رئيس نادي الزمالك مش نادي الزمالك. ده حازم امام اللي بيتكلم مش حد تاني. مكبشرين الخبر ده يا شباب؟ ضد القرارات ضد رئيس نادي الزمالك. كابتن حازم امام مش ضد نادي الزمالك. مش ضد نادي الزمالك. القرارات ضد رئيس نادي الزمالك. لان نادي الزمالك لا شتم ولا سب ولا جرح ولا قذف. ولا قذف محصنات. ولا كان عنده سلوك عنصري. نتكلم في الديانات خالص. نادي الزمالك ما عملش كده، اللي عمل كده شخص يحتل كرسي رئيس نادي الزمالك، فبالتالي هنا القرارات ضده مش ضد النادي. واضاف عضو اتحاد الكره انه تقدم بطلب للعموميه بعوده لعب فرق الزمالك على ملاعبها حتى مسؤول رئيس النادي للتحقيق وهو موافق عليه. يعني هو صاحب اقتراح، بنوضح، صاحب اقتراح عوده الزمالك للملاعب للعب في نادي الزمالك الى حين مسؤول رئيس نادي الزمالك للتحقيق. طب اذا لم يمتثل يبقى خلاص ايقاف النشاط الرياضي لنادي الزمالك وابلاغ الاتحادات القاريه والدوليه. وحازم امام هو اللي دافع عن فرق نادي الزمالك مش حد تاني، وبيوضح وبيقول لكم ان القرارات ضد رئيس نادي الزمالك وليس نادي الزمالك. هو دايما بيحاول يخلط الامور ببعضها، وليس نادي الزمالك. طيب هشام حطب شكاونا رئيس الزمالك رئيس الجمهوريه بسبب تجاوزاته المستمره. انا كنت عارف ان هم بيجهزوا الشكوى دي بقالهم فتره، وبالتالي ده امر مهم جدا جدا جدا. خبير لوائح بقى عن قرار ايقاف رئيس نادي الزمالك قانوني. يوم محمد بيوني خبير اللوائح بقانونيه قرار ايقاف رئيس نادي الزمالك مده عامين والصادر من الجمعيه العموميه الغير عاديه الطارئه للاتحادات الرياضيه والتي دعا لها رئيس مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه رئيس المهندس هشام حطب. وقال في تصريحات اليوم السابع ايقاف رئيس الزمالك عامين قرار من اللجنه الاولمبيه ويدور القلعه البيضاء بشكل عام، واتوقع ان هذا القرار صدر كتهديد لرئيس الزمالك ثم العدول عنه في وقت لاحق والعفو عنه بداء عدم الاضرار بالزمالك بشكل عام. واضاف كان من الاولى ان تقرر اللجنه الاولمبيه عزل رئيس نادي الزمالك. يعني استاذ محمد بيون قال لك الاولى ان هم يعزلوه واسناد المهمه مهمه الاداره لنائبه، طبعا يقصد هاني العتال، او احد اعضاء المجلس لحين اجراء انتخابات جديده خلال 6 اشهر. وهاني العتال واحمد جلال. احمد جلال للاسف اداؤه سلبي وهو رجل قانون. نائب رئيس النادي وهو رجل قانون ويدرك ما يحدث. خطبته هنا قبل كده قلت ان يجب ان يتحرك احمد جلال واعضاء المجلس لانقاذ نادي الزمالك. هم كانوا يمكنهم بناء على قرار ايقافه لمده عامين ان هم يوقفوه لمده عامين ويعزلوه ويمارسوا هم المجلس ويديروا النادي ويتم تطبيق القانون واحترامه، ويعود هاني العتال نائبا للرئيس ويختار المجلس من يتولى الرئاسه، هاني او احمد ايا كان الامر سيان. لكن احمد جلال للاسف اداؤه سلبي سلبي سلبي. اداء احمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك سلبي، واداء اعضاء المجلس سلبي، ومحدش فيهم بيحاول يحمي نادي الزمالك مما يتعرض له ومن الايقاف الدولي، ومن الايقاف الدولي اللي احنا رايحين عليه دلوقتي في حال عدم الالتزام والمسول امام اللجنه المشكله للتحقيق مع رئيس نادي الزمالك ويرأسها معالي المستشار المحمد قنصوري.
النهارده كل الناس كانت حاضره و لاهميه الامر. لو تلاحظوا ان الجمعيه العموميه كل قراراتها ضد رئيس نادي الزمالك وليس ضد نادي الزمالك بالمره بالمره بالمره. فبالتالي النهارده يا كابتن حازم انا بحسبك الراجل اللي كابتن حازم ده ما بيتكلمش في اي حته الان ويتشتم يا عيني او يتشتم بعد الشطب كمان او يتم التجريح فيه او في اسرته المحترمه التي تعد رمز من رموز نادي الزمالك، اسره عريقه، اسره عريقه لا تقل عن عائله سليم في نادي الاهلي ولا يعني وفي نادي الزمالك كابتن صالح سليم وكابتن طارق سليم، ولا تقل عن عائله سليم في نادي الزمالك كابتن اسماعيل سليم وكابتن بكر سليم وكابتن طارق سليم وكل عائلات المحترمه، ولا تقل عن عائله العتال في نادي الزمالك عائلات، ولا تقل عن عائله بصري في كره القدم كابتن طه بصري وكابتن حسن بصري ولا عائله. كل ده اللي احنا بنطالب بيه، شايفين كل الاتحادات 28 ده لو انا والله العظيم كنت اموت فيها، 28 اتحاد حاضرين عشان يقولوا لي انت سلوكياتك غير رياضيه، انت سلوكياتك غير اخلاقيه، احنا بنطالب بشطبك، احنا هنوقف ناديك ونوصله للمستوى الدولي والقاري. كارثه بصراحه النهارده اللي حصل، وامر عظيم جدا 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 يحسب لنادي، يحسب للجمعيه العموميه، للجنه الاولمبيه المصريه، ويحسب لكابتن حازم امام ان النهارده طلب عوده الفرق ومنح مهله، ويحسب له انه بيوضح للاعلام ان القرارات صادره ضد رئيس نادي الزمالك وليس ضد نادي الزمالك. لا نغلط الامور، رئيس نادي الزمالك مشي خلاص، وهو ده لو ما راحش يوم 28 شاد، انا اللي بقول لكم الكنترول مكنترول شاد، لو ما راحش يوم 28 للتحقيق شاد رئيس نادي الزمالك، شاد رئيس نادي الزمالك لو ما راحش يوم 28، ده قرار الجمعيه العموميه اللي هي اتفقت عليه وديا، ما جاش يوم 28 اشطبوه، كل الناس موافقه، كل الناس مؤيده. ما تنسوش الواتساب النهارده، كل اللي عاوز يقول رايه يقوله معانا. الاستاذ حسام فتح الله عامل لنا خدمه جميله جدا، وهو المسؤول عن سوشيال، اخويا وصديقي العزيز الاستاذ ناصر زيدان. الرقم هقوله تاني 012-88-79-84-99. هل معانا التقرير جاهز يا استاذ خالد؟ ماتيريال جاي من غير صوت؟ طيب خلاص نشتغلها انسرتات بقى، طبعا ماتيريال جاي من غير صوت، ماشي اوكي. ننتقل لموضوع النهارده اخطر 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 بكثير، يعني يدل الى مدى اللي احنا كنا بنقوله هنا، بنقوله لله وللصالح العام. لسنا ضد فرد، لسنا ضد شخص، ولكننا مع القانون واحترام القانون واحترام إرادة الجمعيات العمومية، وفي القلب منها جمعية العمومية لنادي الزمالك اللي اختارت مجلس، ومع احترام السلوك الرياضي والمواثيق الرياضية والأخلاقيات الرياضية وعدم التطاول على حد وعدم سبه وعدم إلقاء التهم وعدم تأليف الإشاعات والافتراءات على الناس سواء منافسين له او منافسين لغيره. النهارده اللي احنا بنقوله بقى لنا فتره طويله جدا جدا جدا، انا واخويا عبد الناصر زيدان ومفيش حد بيقوله تاني في مصر. مفيش حد تاني بيقوله في مصر. كل الناس عامله نفسها لا اسمع لا ارى لا اتكلم. النهارده اهو في كل المواقع النهارده معانا الحاجات الخاصه بهاني زاده. استاذ خالد. طب ما يلا. النهارده نيابه الاموال العامه عملت ضبط واحضار للمحترم هاني زاده عضو مجلس الاداره، ومحمد حنفي مدير المتابعه ونائب المدير التنفيذي. ليه عملوا ضبط واحضار؟ عشان قضيه الاتجار في العمله وفتح حسابات سريه. يا عم هاني تعالى، اصل انا في المستشفى، اصل انا في كوت ديفوار، اصل انا رايح سويسرا، لا انا كنت في اسبانيا، وتهرب من ان هو يروح لنيابه الاموال العامه. انا النهارده لو سليم اخاف ليه؟ اخاف ليه؟ يبقى هاخدكم كده بكل المواقع، عشان ده الكلام ده مش من عندي انا لوحدي، عشان انا سامع ان في حد بيقول لك ده ما وصلناش حاجه،
لا وصل. الأموال العامة تأمر بضبط وإحضار هاني زادة وآخر في المخالفات المالية ده من اليوم السابع. الوطن الأموال العامة تأمر بضبط وإحضار هاني زادة وآخر في المخالفات، قلنا ده. الوطن بعد تخلفه عن التحقيق ضبط وإحضار هاني زادة في قضية أموال الزمالك. فيتو ضبط وإحضار النيابة تأمر بضبط مسؤولين بارزين بنادي الزمالك في قضية تغيير العملة. الوفد ضبط وإحضار هاني زادة في قضية أموال الزمالك. الموقع الرسمي لنادي الزمالك، زادة يطير إلى سويسرا لتسلم عقد تسوية كريم الحسن من المحكمة الدولية الرياضية لو النبي. الحاجات دي كلها بتتم بالمكاتبات، بالمكاتبات. هو في مصر ولا بره مصر؟ هو في مصر ولا بره مصر؟ انتوا خايفين لا تروحوا النيابة، خايفين لا من مجرد التحقيق. ليه؟ لان فتح حسابات سرية خاصة امر يخالف القانون. ده الموقع الرسمي اللي بيقولك يطير عشان يعمل عقد تسوية كريم الحسن. طب ما يطير ناصر عزام ولا ما بيعرفش يطير، ولا عشان هو راجل محترم ما عرفوش اي مخالفات. هنا مفترض المهندس هاني زادة المحترم يروح للنيابة. روح للنيابة، الناس خايفة ليه من النيابة؟ كل المواقع كاتبة النهاردة خبر طلع رسمي من نيابة الأموال العامة ضبط وإحضار. ليه؟ لأنه ما تم استدعاء محمد حنفي 200 مرة وما راحش، لكن كان في مباراة السوبر في القمة في المقدمة إلى السعودية وجبنا صورته هنا وكان مسافر. دلوقتي هاني زادة مش عاوز يروح برضه، كل شوية مبرر، كل شوية يتصور وهو مركب الكلوكوز ولا مش عارف المقويات في المستشفى. دلوقتي بقت الفكرة إنه مسافر. ده بيتم التحقيق فيه في إطار إيه؟ البلاغ المقدم من الأستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق بفتح حسابات سرية والإتجار في العملة. طيب بيتابع الموضوع ده المحامي المحترم دكتور كمال شعيب رئيس الهيئة القانونية للأستاذ ممدوح عباس. يا دكتور كمال أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ مهاجر، إزي حضرتك؟ النيابة عاملة ضبط وإحضار لهاني زادة ومحمد حنفي. طبعا ده ما يعني صدر اليوم او ما تم نشره يا استاذ ابو المعاصي، وده انا عايز اقول لو صح وهو صحيح باذن الله. لا صح، لان ده طالع لكل المواقع. صحيح، بس خلينا احنا زي ما تعودنا ما بنتكلمش عن امور داخل النيابه، احنا بنتكلم عن خبر امور تم نشرها. ايوه بالظبط يا فندم. وده انا عايز اقول ان ده التطور التحقيق يا استاذ عبد الناصر. لا عبد الناصر النهارده اجازه معاك اخوك المعاصي. استاذ ابو المعاصي حبيبي. انا عبد الناصر واحد. زي ما حضرتك قلت كده تم استدعاء مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه واكثر من كده. ايوه. والنيابه قبلت الكثير من الاعذار. ايوه. نظرا لحساسيه هذه القضيه. أيوة. ولكن الامر اصبح في استهانه بالعداله وبالقانون. الله يفتح عليك. يا استاذ ابو المعاصي، الجميع يتذكر ان في اثنين من موظفي نادي الزمالك محبوسين على ذمه هذه القضيه. اللي هم مين؟ اللي هم محمد الشهاوي والاستاذ محمد ابو طالب. نعم، وفي قاعده كده كل القانونيين يعلموها ان تعليمات المستشار الجليل للنائب العام القضايا اللي يكون فيها متهمين محبوسين على ذمه هذه القضايا هو الاسراع في الانتهاء. أيوة. من هذه القضايا. ايوه وبالتالي براءة كله يروح، وبالتالي عدم مثول من يتم استدعائهم ده في تعطيل وفي ظلم لأناس كثيرون. الله يفتح عليه. وبالتالي القرار الصادر على هذا النحو هو في انصياع كامل للقانون، وان ده مواطن مصري يجب ان يخضع للقانون، وان ما فيش حد فوق العدالة ويجب مثوله للتحقيق ولا احد فوق القانون. طيب ايه الاجراءات اللي بتتخذ؟ يعني احنا مش عارفين، يعني عايزين نعرف المشاهد الكريم يعني ايه ضبط واحضار. ضبط واحضار زي ما حضرتك قلت ان تم استدعاء وطلب حضوره اكثر من مره
ولم يمتثل لقرار النيابة. أيوة. وبالتالي القانون قانون الإجراءات الجنائية بينص صراحة إذا لم يحضر المتهم طواعية سيتم إحضاره جبرا جبرا. وبالتالي سيتم ضبط من صدر بشأنهم قرارات سواء ترقب وصولهم إذا كانوا خارج يعني لو هاني زي خارج مصر يتقبض عليه أول ما يوصل المطار. نعم بيعمم بمجرد صدور الأمر ضبط وإحضار بيعمم للجميع وفور وصوله سيتم القبض عليه وإحضاره للنيابة. طيب ده زي ما قلت ده التطور الطبيعي للتحقيق. انت ما حضرتش ولم تمتثل. طب هل انت استهانة عظيمة بالعدالة وبالقضاء وبالنيابة وامر لا يجوز في هذه الفترة من الدولة المصرية. طيب هل هنا هم متهمين في القضيتين فاتح حسابات سرية والاتجار في العملة؟ طبعا ده امر معلوم ان تم اتهامهم في البلاغات المقدمة من الاستاذ ممدوح عباس واخرين انهم من قائمة الاتهامات سواء اللي حضرتك ذكرته او البلاغ جرب العملة او الاضرار باموال نادي الزمالك او فيما يتعلق بقضايا تزوير مرتبطة بهذه القضية يتم التحقيق فيها في نيابة الاموال العامة. طب هل حضور هذا الثنائي لنيابة الاموال العامة شرط ان النيابة العامة تطلب بعد كده رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك ونجله عضو مجلس الإدارة السابق؟ خلينا نقول ان ولا ممكن في اي وقت توقيت صدور القرار من النيابة العامة ده بيخضع لسلطتها التقديرية وحسب ما يتراءى لها من طبعا النيابة تصدر امر بضبط واحضار امتى او تطلب رفع الحصانة امتى او تتريث لذلك ده امر يخص النيابة العامة ولا سلطان عليه حسب مجريات التحقيق ومصلحة التحقيق النيابة بتمشي على هذا الطريق. طيب بالنسبة لقضية العضويات المستثناة اخبارها ايه يا كمال بيه؟ والله لحد ان التقييم اداعه وانت كنت عارف طبعا ان في لجنة مشكلة وانت كحد كمحامي للاستاذ ممدوح عباس مقدم البلاغ مش من حقك تطلع على التطورات؟ هو خليني بس انا دايما ببقى حريص زي ما قلت لحضرتك ان لان التحقيقات بطبيعتها سرية وبالتالي احنا ما برضاش اقول شفنا كذا في التحقيق او قلنا كذا في التحقيق احتراما للنيابة العامة وحرصا على سير التحقيق انما ما يعني نعلمه ان التقرير به اورد مخالفات جسيمة في امر الادوات المستثناة وما يقرب من 300 مليون تم اهدارهم من اموال نادي الزمالك وبالتالي التحقيق جاري الان مع العديد من الموظفين وسيصل قطعا لاعضاء مجلس الاداره المسؤولين عن ذلك. طيب هل في اي مخالفات دلوقتي بنسمع رئيس نادي الزمالك بيعمل فيديوهات وبيصف ممدوح بيه عباس بصفات يعني ان صحت يعني تبقى امر مش كويس؟ طبعا احنا هل في بلاغات ضد الاستاذ ممدوح عباس؟ طبعا العديد من البلاغات يعني ارقام مهوله تم تقديم بها بلاغات وطلبات رفع الحصانه بل احنا بنتقدم بشكاوى للمجلس الاعلى لان هذه الصفحه اللي بيظهر عليها السيد رئيس مجلس الاداره ده امر مخالف للقرار الصادر من المجلس الاعلى للاعلام. نعم مجلس الاعلى للاعلام وبالتالي صحيح. دي احنا بنتقدم بشكاوي بشان هذه الاهانه او السب سواء للمجلس الاعلى او سواء للنيابه او مع النائب العام او لمجلس الشعب لرفع الحصانه عنه. انا بشكرك جدا يا دكتور كمال وبالتوفيق لحضرتك دايما يا رب ان شاء الله. شكرا دكتور كمال شعيب رئيس هيئه المحامين اللي مقدمة البلاغات ضد رئيس نادي الزمالك في قضية الاتجار في العملة وقضية فتح حسابات سرية خاصة وقضية العضويات المستثناة. النهاردة فيتو كاتبة ضبط هاني زادة في مخالفات نادي الزمالك فور وصوله ووصول قرار النيابة. الأموال العامة تأمر بضبط وإحضار رئيس نادي الزمالك وزادة يطير إلى سويسرا لتسليم عقد تسوية كريم الحسن. ما ينفعش يتباعد بالفاكس يا باشمهندس هاني؟ هو ما طارش ولا طار ولا إيه الحكاية؟ محدش عارف لكن في الاخر تلك كارثة كبرى على نادي الزمالك ان مسؤوليه يتهربوا من المسؤول امام نيابة الاموال العامة.
روح اشهد قول رايك يتحقق معاك. طلعت براءة نقفل الفيلم نقفل الموضوع. الناس خايفه لا تروح النيابه الاموال العامه. مش انتوا بتقولوا احنا صح؟ مش انتوا بتقولوا ان قراراتنا صح؟ ومعاكوا خبراء في القانون رئيس نادي الزمالك ونائب رئيس نادي الزمالك المستشار احمد جلال. طب انتوا ناس مطمنين لاجراءاتكم القانونيه خايفين تروحوا ليه؟ بتتهربوا وتمطلوا مما دفع النيابه الى ضبط واحضار هاني زاده ومحمد عنف. انا مش عايز اقول ان انا سمعت النهارده كلام عن تهريب الشخص الثاني وابعاده خارج القاهره. ده كان بيحصل في نادي الزمالك النهارده. ابعد يا ابني عن القاهره خالص، شوف لك اي حته روح، شوف لك اي حته روح وغير تليفونك وارمي شريحتك. الكلام ده اتقال بعد صدور قرار الضبط والاحضار. اي حد النهارده يروح يسلم نفسه ويدلي باقواله تعظيم سلام، له كل الاحترام وكل التقدير، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته. مش معنى ان احنا بنتابع ان احنا بنصدر احكام عليهم لا قدر الله حاشا لله، بس مفترض ان انا اروح واخلص الاجراءات وامتثل للنيابه واقول اللي عندي وخلصت، الا لو انا حاسس ان انا عامل حاجه غلط. طيب في بعض الحاجات يا ريت دكتور سيد بحيري يا محمد يا هاني، ان تأجيل دعوتي هاني العتال لإلغاء شرط عضويته من الزمالك، قرر مركز التسوية والتحكيم. طبعا الفيلم ده كله اتفتح ليه؟ شوف ربك لما يريد، ربك لما يريد، لأن هو رفض سقوط ابنه أمام هاني العتال. سقوط ابنه أمام هاني العتال، لا القاعدة لازم تتغير، لازم ينجح، لازم يبقى موجود في مجلس الإدارة، لازم يتم تشويه حد محبوب ونجح ب 24,000 صوت، رغم ان هو نزل الانتخابات ليله الانتخابات برضه. يعني لا، المركز التسوية والتحكيم قرر سلامه عضويته وترشحه، لكن ازاي ينجح؟ ده ما يقعدش على الترابيزه، ده ما يخشش النادي، وكأن النادي ارث شخصي، وهذا امر غير حقيقي بالمره، وهذا امر غير حقيقي بالمره. الحق حق، فهنا لم يتم احترام إرادة الجمعية العمومية مع هاني العتال ومع دكتور عبد الله جورج، وبالتالي أصبح المجلس حتى المجموعة اللي موجودة سايب رئيس النادي الزمالك يفعل ما يعين له مما أضر به مؤسسة عظيمة وهي مؤسسة نادي الزمالك. قرر مركز التسوية والتحكيم تأجيل دعوتي هاني العتال ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لإلغاء شطب عضويته لجلسة 30 أكتوبر الجاري، وأقام هاني العتال الدعوتين رقم 27 لسنة 1 قانونية لعام 2017 وتحت رقم 55، وأحال المستشار محمد السيد خليفة الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الدعوتين لدائرة النظر. جاء تأجيل الدعوتين لعدم حضور رئيس نادي الزمالك لرفع الدعوتين بصفته رئيس القلعة البيضاء. يعني هو رفع دعوتين لشطب عضوية نائب رئيس النادي وهو اللي ما راحش. يعني خلاص اجري يا عم هاني العتال انت ورا القضايا اللي انا برفعها وانا مش جاي، ما عنديش اهتمام. المهم انك انت ما تخشش النادي، والمهم انك انت لا تمارس صلاحياتك وفقا لاراده الجمعيه العموميه الحره بانتخابك نائب رئيس نادي الزمالك. ده المهم، مش المهم ان انا اعمال القانون. معانا مين يا استاذ خالد؟ دكتور سيد بحيري. الخبر الثاني، حجز دعوى شطب عضوية مجدي العتال بجلسة 30 أكتوبر. قرر مركز التسوية والتحكيم حجز الدعوى المرفوعة من مجدي العتال اللي هو والد المحاسب هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك ب 24,000 صوت في جمعية عمومية حرة كان عليها إشراف قضائي كامل، لجلسة برضه 30 أكتوبر الجاري لإصدار قرار بإلغاء قرار شطب عضويته. كان مجدي العتال قد أقام الدعوى 54 لسنة لعام 2017 وأحالها المستشار محمد سيد خليفة أيضا لمركز التسوية والتحكيم في هذا الامر. فالمساله النهارده ان اراده جمعيه عموميه حره بيتم اهدارها. اتفضل معانا دكتور سيد بحيري محامي الاستاذ هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك. يا دكتور سيد اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ معاطي، ازي حضرتك وازي الساده المشاهدين جميعا؟ الله يخليك ويبارك فيك ويحفظك يا رب ان شاء الله. ايه الاخبار؟ حكايه تاجيل الدعوتين بتوع هاني وبتوع الحاج مجدي.
هو بالنسبة للحاج مجدي القضية بتاعته اتحجزت ليوم 30 اكتوبر، وهي طبعا خاصة باسقاط عضويته او شطب عضويته بالقرار اللي طلع في 1/11/2017 في الجلسة اللي مسماها رقم 44. فده الهيئة التحكيمية حجزتها للحكم عشان تقول كلمتها لينا او علينا، وان شاء الله هيبقى الموقف باذن الله لصالحه، لانه القرار كان اصلا باطل ولا يجوز لانه مخالف للائحة الزمالك. اما بكرة فان شاء الله عندنا القضية الشهيرة اللي رفعها الموقوف ضد رئيس الزمالك يا دكتور سيد رقم 94. دكتور سيد، صفة رئيس الزمالك وفقا ل يعني ملاحظات مجلس الاعلى للاعلام. ايوه فندم. حاج بتقول الموقوف بس عشان القناة رئيس الزمالك الموقوف. لا ماشي، رئيس الزمالك الموقوف ماشي. اخد بال حضرتك. فالحاصل انه القضية دي رفعها على اساس انه لما الاستاذ هاني رشح نفسه لمجلس الادارة، فالمفروض المجلس الإدارة بيحط ملاحظاته، بعد ما بيضع ملاحظاته إذا كان ليه ملاحظات بالاستبعاد فمن حق المستبعد إنه يروح لجنة التظلمات التابعة للجنة الأولمبية. طبعا رفضت الملاحظات بتاعته ورفضت إن الأستاذ هاني يستبعد على أساس إنه لا يوجد أي مساس في شروط الترشح وإنه مستوفيها. الكلام ده ما عجبوش فأقام الدعوة رقم 94. والمفروض لما تعرض الأمر على اللجنة الاستشارية، اللجنة الاستشارية أيدت قرار مجلس الإدارة بشأن الاستبعاد. وبعدين اترفعنا يوم 22/11. والحمد لله هيئة تحكيمية أصدرت حكمها لصالح الأستاذ هاني العتال، وفي اقل من عدد ساعات قليله، اقل من 6 ساعات، ربنا وفقه وقدر يحصل او يحصد على 23,000 صوت. القضيه بتاعت بكره مهمه جدا، لانه القضيه دي اتعطلت 7 شهور. فيها ضربت الرقم القياسي لعدد اعتذارات الساده المستشارين. كل واحد يعرف ان القضيه فيها الرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف يقول طب وانا عليا بإيه؟ لا أنا مش هقدر وبعتذر. فقعدت 7 شهور بلا هيئة مكتملة، والحمد لله اكتملت الهيئة، والجلسة الماضية كانت من أسبوع وكانت المفروض جاهزة، إلا إنه الحاضر عن الموقوف ارتأى عن رئيس نادي الزمالك بعد إذنك. نعم، عن رئيس نادي الزمالك، يعني خاطبه برئيس نادي الزمالك بعد اذنك. عن رئيس نادي الزمالك. ايوه. فالحاصل انه متاجله بكره، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ان احنا نحجزها للحكم، لانها المفروض يعني استوفت كافه الاركان، ودي هي الخط الفاصل، لانه المفروض ما كانش يستمر فيها لسبب بسيط. فين المصلحه في استمرار طعنه على الترشح؟ أيوة. واحد نجح في الانتخابات المفروض ان اعلى سلطة في نادي الزمالك هي الجمعية. أيوة. والجمعية العمومية لما عرض عليها في انه الكلام اللي كان بيردد في شأن عيلة مجدي العتال وابنه هاني، كل ده رفضته الجمعية العمومية وقالت لا احنا عايزين هاني رئيس، ومش عايزين ابن رئيس النادي يبقى هو اللي بداله. فاكتسح ونجح. فالمفروض دايما لما انا اقيم دعوة لازم يكون ليا مصلحة، والمصلحة دي شرط ابتداء وشرط استمرار في الدعوة. فالمصلحة دي زالت ليه؟ لانه المفروض انه تم انتخابه والسلطه العليا قالت كلمتها، فانا المفروض كرئيس لنادي
احترم رأي السلطة العليا. أيوة أيوة. وابدي المصلحة العامة على المصلحة الشخصية لنجلي اللي لم يحظى بثقة اعضاء نادي الزمالك. لكن لا، من بعدها طبعا حصلت المشاكل وكمت وطلع قرارات وبقى يملى الدنيا والاخرة ويقول والله زي ما هو شال ابني انا هشيله. وطبعا كان بكلها قرارات باطلة ومتخططة، والمشهد بقى متعذر انك انت تفهم منه حاجة، لانه القرارات كانت ضد بعض. أيوة. فاحنا عايزين ننهي ان شاء الله هذا الموضوع في المركز التحكيم، وننهي الموقف بتاع الدعوة اللي لا اساس ليها، خاصة انه لائحة الزمالك نفسها لا تعطي لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحق في اللجوء للمركز في مثل هذه الحالة. ليه؟ أيوة. لأن المادة 12 من لائحة الزمالك بتقول الكلمة اللي هيقولها لجنة التظلمات نهائية ولا يجوز الطعن عليها ونافذة في حق نادي الزمالك. يعني أنا أحترمها، ده لائحة الزمالك نفسها بتقول أنا أحترم القرار اللي تنتهي إليه لجنة التظلمات التابعة للجنة الأولمبية. لو قالت لا لا يستبعد، خلاص أنا أحترمها ومش هطعن عليها. ومع ذلك بالمخالفة للائحة بتاعته اللي هو حطها بإيديه، راح للمركز عشان يطعن ويملى الدنيا، يقول بس طب لما يصدر حكم من المحكمة، طب لما يصدر حكم من المحكمة تعمل إيه؟ هترجعه يعني؟ طب ما هو اصلا راجع. فان شاء الله باذن الله الدعوه دي مهمه جدا والحضور فيها مهم، رغم تزامنها مع دعوه غير صحيحه في الوضع القانوني. لان بكره في نفس اليوم مقام دعوه من رئيس مجلس اداره نادي الزمالك الاول في مجلس الدوله ضد ايه؟ ضد وزير الرياضه. طعنا على ايه؟ طعنا على قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه عن الأنشطة. طيب استاذنك بس الموضوع ده الجديد. يا دكتور سيد، الموضوع ده ما يعني حاجة مش انفولفت فيه عشان بس ما لا تختلط الأوراق، لأن حاجة أصلا رافض انك انت تتداخل في موضوع بلاغات العملة وقضايا العملة والعضويات وكده. ومعانا المهندس شريف العريان سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية. يا باشمهندس شريف أهلا بحضرتك. باشمهندس شريف، هو ايه حكايه الخط ده؟ دكتور سيد البحيري محامي الاستاذ هاني عتال بيتكلم في جزئيه انا مش عايزه هو شخصيا يتكلم فيها. ليه؟ لان من مميزات الاداره القانونيه لهاني العتال وهاني العتال نفسه ان هو ما بيتدخلش حتى في الامور اللي هي ضد مجلس اداره نادي الزمالك. يعني ما بيتدخلش في بلاغ الحسابات الساديه الخاصه، ولا في الاتجار في العمله، ولا العضويات المستثناه. هو بيدور على حقه فقط. لكن اللي حاصل بكره مين؟ يا باشمهندس شريف اهلا بحضرتك. بس باشمهندس شريف بيه. ايوه اهلا وسهلا، انا بحضرتك. مبروك اول حاجه الانتصارات الجميله اللي عاملينها الشباب في الارجنتين. الله يخليك. احنا في طريقنا الى مطار القاهره دلوقتي حالا لاستقبال الدعسه. الطياره هتوصل الساعه 1 ان شاء الله. وطبعا انت عارف ده يعني مش عايز اقول انجاز تاريخي. طبعا مصر خلصت المركز 22 من 207 دوله ما شاء الله. ما حصلت قبل كده، يعني متفوقين على دول كبرى الحقيقه في الرياضه. ويعني لاعبتنا الحقيقه يستاهلوا ان احنا نبرزهم وانجازهم. الحقيقه حاجه عظيمه وشرف لمصر، ومبروك لمصر كلها. اللجنه الاولمبيه والوزير رايحين على المطار دلوقتي. طبعا يا رب الف مبروك ونتابعكم ان شاء الله. باشمهندس شريف، كنت عاوز تعليق من حضرتك على قرارات الجمعيه العموميه للجنه الاولمبيه المصريه اليوم. هذه القرارات التاريخيه غير المسبوقه في تاريخ الرياضه المصريه. انا شايف انها قرارات متوازنه جدا. احنا استعملنا حقوقنا اللي مشرحها لنا القانون والدستور المصري ولوائحنا الحقيقه. الاتحادات الاولمبيه هي اللي طلبت هذا الاجتماع. الناس بتبقى فاهمه برضه صح، مش احنا اللي عملنا اجتماع طارئ ولا حاجه من دي خالص على الاطلاق. احنا جالنا طلب من 26 اتحاد
اولمبي بعقد جمعيه عموميه غير عاديه عشان نتناقش في وناخد قرارات في التجاوزات. وهو ده ما حدث النهارده زي ما انتم شفتوا المناقشات باجماع الناس بالكامل، مفيش واحد اعترض على حاجه، يمكن ضافوا كلام بس على زي ما حضرتك اشرت. القرارات موزونه جدا، مدروسه كويس جدا قبل ما نطلعها، ونتمنى ان رئيس نادي الزمالك يلتزم بالقانون ويجي التحقيق ويقول والله رايه، ولو بريء اهلا وسهلا بيه، ولو مدان يلتزم برضه بيه ايا كانت العقوبه. طب النهارده في اجراءات تمت، يعني قلتوا ان كنت تتخذوها، منها تقديم مذكره لمعالي رئيس الجمهوريه المشير عبد الفتاح السيسي، هل تم كتابتها وارسالها ولا لسه؟ لا والله احنا لسه هنبدا نشتغل في الكلام ده كله بكره. لكن انت عارف ان احنا لسه مخلصين الجمعيه العموميه منذ يعني ساعات قليله، تمام، فمن بكره ان شاء الله هنبدا في تفعيل جميع القرارات والبدء فيها فورا. هل هتبداوا في اخذ مواعيد من معالي النائب العام ومن معالي رئيس مجلس النواب؟ طبعا هنبعت جوابات رسميه ليهم بناء على تفويض الجمعيه العموميه لينا، وهنمشي في الاجراءات، وان شاء الله نتمنى انها تبقى اجراءات سريعه ان شاء الله. كتير جدا في الرسائل اللي جالي على الواتساب النهارده بتاكد ان اللجنه الاولمبيه مش هتقدر توقف نشاط نادي الزمالك لو ما جاش رئيس النادي التحقيق، رد حضرتك. احنا يعني لازم بس نوضح للناس، احنا مش بنحاول نقف نشاط نادي الزمالك على الاطلاق، بالعكس نادي الزمالك من اعرق الانديه المصريه طبعا، واحنا كلنا معاه ونتمنى انه يضل موجود في الرياضه المصريه. في منتخبات مصر حضرتك من لاعبي نادي الزمالك، دي حقيقه في الالعاب الجماعيه بالذات. احنا لا يعني مش هنخوض في حاجه في علم الغيب الحقيقه. نتمنى حضوره للتحقيق عشان حفاظا على لاعبي نادي الزمالك وجميع الالعاب اللي موجوده في نادي الزمالك. طيب النهارده كابتن حازم امام حضر واستجبت ليك لجنه اولمبيه في طلبه بعوده فرق الزمالك للعب على ملاعبها لحين مصور رئيس النادي للتحقيق، هل ده تقدير لشخص حازم امام؟ ده على فكره طلب بدأه كابتن حازم امام دي حقيقه، تمام، ودعمه جميع اعضاء المجلس الاداره واعضاء اللجنه الاولمبيه الجمعيه العموميه اللجنه الاولمبيه المصريه، كلنا وافقنا بالاجماع خلاص، لان ما فيش ولا واحد فينا يرغب في وقف اي لاعب من نادي الزمالك الحقيقه على الاطلاق. ونتمنى ان مجلس اداره نادي الزمالك برضه وهو بياخد اي قرار يبص لمصلحه لاعبيه قبل كل شيء. طيب هل سيتم فعلا في حال عدم حضوره ابلاغ الاتحادات القاريه والدوليه؟ طبعا ده اجراء روتيني هيتعمل اوتوماتيك، ان هو ما يجيش اوتوماتيك، هيكون مبعوث لكل اتحاد محلي، هيكون باعت الاتحاد الدولي عشان يعرفوا بس بالقرار المتاخد وبناء على ايه اتخذ هذا القرار الخاص بلائحه كل اتحاد على حده. اللي مجمد قلبكم قوي كده وانتم بتاخدوا اجراءات ضد رئيس واحد من اكبر الانديه المصريه؟ حضرتك احنا ما بنبصش على رئيس نادي كبير او نادي صغير، احنا بنبص على الاخلاق والقيم. احنا في حاجات ما ينفعش ايا كان واحد كبير عملها او واحد صغير عملها، الحقيقه ما ينفعش السكوت عليها. فاي مخطئ سواء كان كبير او صغير لابد انه يحاسب حسب لو احنا حسب القانون المصري الحقيقه، القانون المصري بيجرم حاجات معينه، خلاص ما ينفعش واحد يطلع يشوه فيه رموز الرياضه المصريه بالكامل، خلاص مش عايز اقول بدون مسلمات، يعني ما ينفعش اطلع اقول كلام، ولو في عنده اي حاجه ضد اي حد خلاص يا ريت يطلعها ويروح للنائب العام ويقدمها خلاص واحنا تحت امر. طيب النهارده القرارات دي تاريخيه وفيها دفاع عن الاخلاقيات والسلوكيات الرياضيه. البعض بيتخوف ان تحصل اتصالات وتليفونات من جهات او من اطراف يقعدكم مع بعض ويصالحكم، ويا دار ما دخل الشر ترجع علينا قعدتها القديمه. يعني احنا بقالنا في المشكله دي قد ايه حضرتك؟ بقالكم بتاع شهرين ثلاثه. متهيألي لو كان في حاجه من دي كانت حصلت من زمان. مش هتحصل. ومين اللي يجرؤ ان هو يتدخل في شيء غلط او يقف مع حاجه مش مظبوطه؟ انا اشك ان في اي مسؤول في الدوله المصريه خلاص من اكبرها لاصغرها الحقيقه خلاص هيبقى واقف ضد الاخلاق، ضد الروح الرياضيه، ضد ما هو صحيح، ضد القانون. مستحيل لا اتخيلها حتى. يعني انا شاكر لحضرتك جدا يا شريف بيه، وتستقبل الابطال ومع بعض بكره حلقه ان شاء الله.
ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. شاكر الحاج شريف بلا ريان سكرتير اللجنه الاولمبيه المصريه. النهارده الجزئيه اللي كان بيتكلم فيها الدكتور سيد بحيري ان بكره في قضيه في مجلس الدوله نفس الفكره في ضربه جزاء ما اتحسبتش ونروح ناخد حكم من محكمه عامه بعيد عن الشق الرياضي واجي اقول ده انا عاوز اعيد ضربه الجزاء بتاع المقصه فيجي هنا بريد اقول لا ما ينفعش فيبقى خلاص ندفع الخبر موجود. دلوقتي الفكره رايح ارفع على اللجنه الاولمبيه المصريه في مجلس الدوله وبحشد الموظفين وبحشد العمال والتوقيع في مجلس الدوله بكره عشان ان انا ارفع قضيه على اللجنه الاولمبيه المصريه. لا مش هيبقى ليها اي لازمه لو خدت اي حكم ملهاش اي لازمه ملهاش اي لازمه بالمره. لكن هي فكره اشغال الناس بامور يعني لا طائل منها وفي نفس الوقت الاستمرار والمكابره والعناد في الحق. النهارده عاوز اقول لكم على انفراد ان الموقع الرسمي للنادي الاهلي بيقول ننتقل للاهلي بقى الى حاجه حلوه وحاجه جميله وهو المنافسه على دوري ابطال افريقيا باذن الله. ونادي الزمالك حاجه جميله وحاجه حلوه وحاجه مشرفه وحاجه عظيمه. لكن النهارده النادي الاهلي بيفكر في حاجات تانية. شركه ملابس رعايه الفرقه تسافر بكره 9 الصبح برئاسه العامر فاروق الى الجزائر لمواجهه وفاق سطيف يوم الثلاث في مباراه الاياب. وكان هنا في مباراه الذهاب الاهلي كسبان 2-0 كان يقدر يزيد عدد الاهداف اكتر من كده. بيرقص البعثه نائب رئيس النادي العامر فاروق اللي كان عضو في الشباب وكان هاني العتال عضو في الكبار برضو يعني الناس وخالد لطيف وكل الدنيا وحازم ان كل الدنيا كان بينها علاقه يعني الناس دي بينها وبين بعض ود ومحبه. فبالتالي نادي الاهلي اعلن النهارده عبر الموقع الرسمي معانا ذكر محمد الذكر موقع الرسمي اعلن النهارده في موضوع الرعايه ان النادي الاهلي هيبيع حقوقه التجاريه بنفسه. معانا يا استاذ خالد. استاذ خالد العنوان الاهلي يقرر حقوق التجاريه بنفسه مع الموقع الرسمي. معانا والله لا الحاجات متكبشره. ده عنوان احنا هنقول عليه ان دي مش ده اللي حصل واحنا مكبشرين ناخده على الهواء. عموما الموقع الرسمي للنادي الاهلي بيقول ان الاهلي يقرر بيع حقوقه التجاريه بنفسه. انا بقول لكم ان هذا الامر عار تماما من الصحه ملوش اي صحه رغم مجلس الاداره النهارده كان عنده اجتماع وده القرار قرر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه محمود الخطيب بيع حقوق التجاريه وحقوق الرعايه بنفسه خلال الايام المقبله بعد خطوه فسخ التعاقد من جانب شركه صله الرياضيه. وحصل مجلس اداره النادي الاهلي من الجهه الاداريه على الفتوى القانونيه التي تتيح له بيع حقوقه التجاريه خلال الفتره المقبله بعد فسخ التعاقد ليبدا في ذلك دون مزايدات جديد او حتى النظر للمزايده الاخيره. عشان كده النادي الاهلي باع لبريزنتيشن اوريدي بس القرار ده عشان ما يبقاش فيه طرح ومزايده وايام وحكايات وروايات وده مين يخش وده مين يخش. وداخله برزنتيشن هتشيل رعايه النادي الاهلي بال 500 مليون جنيه. نقول تاني. النادي الاهلي في خبر على الموقع الرسمي بيقول ان الاهلي يقرر بيع حقوقه التجاريه بنفسه. الخبر ده معمول مخصوص والقرار ده معمول مخصوص عشان ما يبقاش فيه مزايدات. لكن البيع تم لشركة بريزنتيشن اللي هي الرعاية لنادي الزمالك والرعاية لاتحاد الكورة ولعدد من الأندية المصرية واللي بتمتلك حقوق البث التلفزيوني وهي واحدة من كبرى الشركات المصرية في هذا المجال وصاحبة فضل وأيادي بيضاء على الرياضة المصرية بصفة عامة وعلى الكرة المصرية بصفة خاصة. فبالتالي الاتفاق الودي ان بريزنتيشن هي اللي هتبقى رعايه للنادي الاهلي وده الانفراد عكس ما هو مكتوب على الموقع الرسمي لنزل. طب ممكن نجيبه اونلاين يا استاذ خالد؟ انت بتتكلم في انفراد اللي مكتوب على النادي. ممكن نجيبه اونلاين؟ طب هاتوا وحياة حبيبك النبي يلا. ليه بقول الخبر ده؟ لان النادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم قيمه كبيره جدا. ما تقول خبر على عكس ما هو حادث طب الخبر ده هيتحل منين؟ بعد يومين هيبقى في الاعلان الرسمي عن فوز برزنتيشن برعايه النادي الاهلي. مش ان الاهلي هيبيع حقوق التجاريه بنفسه. وده هنا الشطاره هنا ان احنا بنجتهد وراء المعلومه الصحيحه والصائبه. يعني الاهلي مش هيقعد يبيع بنفسه قطاعي.
لا، القرار ده الهدف منه ان يبقاش فيه مزايده، والهدف منه انقاذ الموقف ان برزنتيشن تشيل بنفس القيمه الماليه اللي كانت شايله بيها او اشترت بيها الحقوق شركه صله. فبالتالي وحصل مجلس الزمالك من الجهه الاداريه، خلي بالكم، على الفتوى القانونيه، الفتوى الايه القانونيه التي تتيح له بيع حقوقه التجاريه خلال الفتره المقبله بعد فسخ التعاقد دون مزايدات جديده او حتى النظر للمزايده الاخير. يعني زي ما يتفق المجلس مع برزنتيشن يبيع. بس معلومات انا من احد الاصدقاء الاعزاء والافاضل ان شركه برزنتيشن سوف تشتري بنفس القيمه الماليه اللي اشترت بيها صله حقوق رعايه النادي الاهلي، وهي 500 مليون جنيه. فكره البيع بشكل مباشر من النادي الاهلي، النادي الاهلي مش هيعمل شركه ولا حاجه لبيع حقوق، لا مفيش مزايده، بس هتشيل برزنتيشن بنفس القيمه الماليه. طبعا النهارده الفرقه هتسافر بكره زي ما قلت لكم، هيغيب عنها مؤمن زكريا وناصر ماهر وثمان لعيبه خارج الخدمه، مش هيسافروا علي معلول، جونيور اجاييه، محمد نجيب، باسم علي، اكرم توفيق بسبب الاصابه وعدم الجاهزيه، ومؤمن زكريا وناصر ماهر لاسباب فنيه، لاسباب فنيه. طيب النهارده كمان النادي الاهلي عمل حاجه جميله جدا، ان هو في موضوع شركه امبرو دي، خلاص الاهلي هيلبس امبرو بعد ما سبورتا فسخت التعاقد. معانا الاستاذ وليد حسن مدير الشركه، نائب رئيس الشركه في مصر، يقول لنا ايه اللي حصل وايه الاستفاده الكبيره اللي حقق عليها النادي الاهلي من فكره شراء الملابس من امبرو. يا استاذ وليد اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا استاذ معاطي، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا استاذ وليد. نقول مبروك على امبرو النادي الاهلي. طبعا مبروك، مبروك على امبرو النادي الاهلي. يعني من اكبر الانديه في العالم، فلنا الشرف طبعا ان احنا فزنا بحق الرعايه للتيشيرت وملابس فريق كره القدم. ايوه، ايه تفاصيل الاتفاق يا استاذ وليد؟ شيل يا عم. والله احنا يعني احنا قدمنا عرض النادي الاهلي، احنا بنعتبره هو العرض الاضخم اللي حصل عليه النادي الاهلي، وده طبعا حقه، ده النادي الاهلي وده جمهور النادي الاهلي. العرض يعني باختصار احنا بنقدم للنادي الاهلي ملابس بقيمه ماليه كبيره. لا هو منشور 125,000 دولار. لا ده في نص الموسم يا فندم. ده نص الموسم. طب قول لنا التفاصيل، يعني هي منشوره النهارده من النادي الاهلي. الموسم اللي فات ب 250,000 دولار. ملابس للاهلي 250,000 دولار. مظبوط يا فندم. الاهلي ما يدفعش؟ يعني ياخد ملابس بالقيمه دي؟ طبعا ما يدفعش حاجه. ما يدفعش حاجه. طب لو حد ياخد تاني؟ لو حد ياخد تاني يا فندم، الاهلي بياخد خصم من سعر الجمله 35% من سعر الجمله باي مبلغ، باي ملابس يطلبها فوق المنصوص عليها في العقد اللي هم 250,000 دولار. ودي تعتبر صفقه في العقود، لان كان معظم عقود الرعايه ان الفرق بتاخد الخصم من سعر التجزئه. ايوه. هنا سعر النادي الاهلي هو خصم من سعر الجمله. خصم من سعر الجمله. طبعا رقم كبير قوي. فرق ضخم. طب مين اللي بيحدد السعر؟ هل ده سعر عالمي؟ طبعا في يعني شركه امبرو شركه عالميه، ليها اسعار عالميه موجوده متقاربه في كل الدول. مع اختلاف طبعا العملة، في بيكون فروقات بسيطة من دولة للتانية، لكن تقريبا الأسعار العالمية موحدة، يعني أقدر أقول بنسبة كبيرة يعني. طيب هيبدأ النادي الأهلي يلبس إمبرو من إمتى؟ ما تشوفك الصيف ولا بعدها؟ والله إحنا يعني إحنا بنسعى جاهدين إن إحنا إن شاء الله بإذن الله الأهلي لما يتأهل بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر، إنه يظهر بالتيشيرت الجديد. يعني ونأمل ان احنا ان شاء الله نقدر يعني ننفذ الطلب بتاع ادارة النادي الاهلي في فترة قليلة دي. حضرتك عارف احنا وقت نتكلم في 45 يوم، 45 يوم دول شاملين الفترة اللي هيستقر فيها النادي الاهلي على التصميم، ثم يبعت لنا التصميم، ثم نبعت التصميم دوت لمانشستر الشركة الام تبدأ تحطه على السيستم، يبدأ يتصنع، يبدأ يتورد، يتشحن، يتورد لمصر. طبعا سايكل كبيرة قوي، بس احنا ان شاء الله يعني عندنا تحدي ان احنا نعمل ده علشان نكون عند حسن ظن النادي وحسن ظن جمهوره باذن الله. طيب 250,000 دولار
يدوا للنادي الاهلي كم طقم ملابس للفريق الاول؟ لا هو طبعا كتير، لان هو يا حضرتك يعني هي متنوعه، لان اطقم ملابس يعني الطقم حاجات كتير قوي. الطقم في التيشيرت بتاع الماتش، في الشورت بتاع الماتش، في الشراب، في الشنكار، في التيشيرتات بتاعه الاجتماعات، في التيشيرتات بتاع السفر، في التريننج سوتس، في الشورتات بتاعه المعارض. فهي الفرايتي كبيره قوي. بس هو طبعا حط في دماغ حضرتك ان ال 250 الف دولار دول برضو من يعني من سعر الجمله، يعني من سعر الجمله قيمتهم هتكون اكبر من كده، لانه من سعر الجمله مش بسعر التجزئه. طبعا الـ الرقم هيبقى كبير قوي. برضه حاجه ما رديتش على سؤالي، يلبسوا كام طقم للفريق الاول؟ لا هي طبعا هي دي حضرتك بكل التفاصيل اللي حضرتك قلتها. لا هي طبعا دي لسه حضرتك، لا هي دي حضرتك لسه بيحكمها النهارده. لما نستكمل الاوراق والكلام دوت مع النادي الاهلي هيبقى في قائمه اسعار لسه في الوقت يعني للسوق المصري وللنادي الاهلي، فلسه ما اقدرش ادي حضرتك بصراحه كم طقم محدد بالظبط، بس هي القيمه متعارف عليها اللي هو المبلغ المذكور في العقد. يعني انا قصدي اقول ان المبلغ ده ممكن يدي طقمين او ثلاثه للفريق الاول شامل كل شيء. ممكن طقمين او ثلاثه اتوقع بنسبه كبيره، مش اكتر من كده اتوقع بنسبه كبيره. طيب هل في كلام ان نادي الزمالك بيطلب برضو امبرو؟ هل ده صحيح يا استاذ وليد؟ والله احنا ما عندناش اي حاجة رسمي. طبعا نادي الزمالك نادي كبير ونادي محترم، بس احنا ما في حاجة رسمية تمت مع نادي الزمالك، ما فيش اي خطوات رسمية او جدية تمت مع نادي الزمالك في هذا الموضوع. طيب انا لما بصيت في الخبر اللي مطلعه نادي الاهلي النهاردة ما فيش كلام عن مكافآت من الشركة للنادي الاهلي في حال مثلا فوز ببطولة افريقيا. لا في، يبقى ما يبقاش مش كاتبينه في الخبر. طب قول لنا التفاصيل يا فندم. هو في مبالغ ماليه او حوافز ماليه مقدمه للفريق الاول عند الفوز باحد المراكز الثلاثه في بطوله كاس العالم للانديه، عند الفوز ببطوله كاس افريقيا، الفوز ببطوله الدوري العام لكاس مصر الفدراليه. يعني كل بطوله بياخدها النادي الاهلي لما بياخد فيها مركز او لما بيفوز بالبطوله يكون في حوافز مقدمه للفريق الاول طبقا للترتيب اللي هياخده الفريق في البطوله دي. طبعا البطولات المبالغ مش متساويه، يعني كاس العالم للانديه مش هيكون مثلا المبلغ بتاعه زي يكون فدراليه. ايوه هو على حسب حجم البطوله بيكون في مبلغ معين موجه من الشركه. مادي ولا عيني ولا ملابس؟ مادي. يعني لو فاز ببطوله افريقيا ياخد نفقه كام من الشركه يا فندم؟ خلينا نقول كاس العالم للانديه. طيب ما انت اصل انت رايح هناك للتالت، فالتالت دي ما اتحققتش غير مره واحده. التالت ياخد كام؟ احنا والله هو الرقم مش قدامي دلوقتي بالظبط، بس بنتكلم حوالي نص مليون جنيه. نص مليون جنيه؟ مش دولار؟ لا مش دولار. طب ولو الدوري لو بطوله افريقيا ربع؟ المركز الاول؟ نص مليون برضه. طب شيء كويس جدا، نتمنى لكم التوفيق مع النادي الاهلي، وباذن الله ماركه عالميه بالنادي الاهلي، وده ماركه كبير جدا. شكرا يا وليد لحضرتك. شكرا لحضرتك لبرنامجك المحترم. الله يحفظك. مشكلة اداره النادي الاهلي ومشكلة جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله نحن نظام باذن الله يا فندم، بالتوفيق يا رب ان شاء الله يا وليد بيه. من ضمن الاخبار برضو النهارده في النادي الاهلي ان عمرو فاروق رئيس البعثه عمرو بركات بيرفض الرحيل من النادي الاهلي في صفقه تبادليه. احمد الشيخ يؤجل الرد على العوده لصفوف مصر المقاصه اللي هي بتطلب عودته، والاهلي يحذر الازار من الانشغال بالعروض الخارجيه، عنده عروض كثيره جدا جدا جدا. النهارده من ضمن اخبارنا ان المهندس فرج عامر طالب بمضاعفه العقوبه على لاعبي سموحه بعد مباراه الحدود بالامس، وغرم كل لاعب. طبعا المباراه انتهت بالتعادل، بس حرس الحدود يعني من انديه القاهره وكان فيها ظلم تحكيمي لفريق سموحه. الانتاج قال انه هيجدد لعامر عامر. في تغييرات في الجهاز المعين من عيون العرب للكابتن علاء نبيل، وان هيتم اضافه بعض العناصر بعد رفض استقالته. استغنى عن خدمات كل من احمد القصبي طبيب الفريق ومحمد عبد العزيز زيزو المدرب العام، وهيشوف بقى يجيب مين مكانهم في الفتره اللي جايه. ما اعتقدش ان دول سبب عدم التهديف لفريق المعين العرب في الفترة الأخيرة، فرقة فيها عناصر كويسة بس محتاجة بس التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. فييرا المدير الفني للنادي الإسماعيلي قام بتسعيد ثنائي الشباب محمد نصر ومحمد بيون الفريق الأول، أحمد علي
ظهير امام النادي الاسماعيلي، قال ان فيرا اعاد الروح واتطلع لتثبيت اقدامي ووصول بعثة المصري الى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب. بالنسبة لأخبار نادي الزمالك الكروية، النهاردة في بين رئيس النادي وجروس بسبب الاحداث الاخيرة والراحة، وجروس قال ان محمود الصوت النبي محمود، وجروس لإدارة الزمالك محمد ابراهيم مش هيمشي من النادي، والزمالك يخص الجمش بيزو العين الحمراء بسبب الحارس الجديد، لان في كلام مع محمد ابو جبل عملنا معاه مداخله واعتذر، وقال محمد ابو جبل ان هو مكمل في الاسماعيلي، والزمالك ان هو قرر مسؤول نادي الزمالك تخصيص المقعد الاجنبي الموجود في قائمه الفريق بديلا لمغربي حميد احداد، نفس الكلام عن احداد هيرحل عن نادي الزمالك في الفتره دي، وفي زياده في عدد لاعبي الزمالك في البطوله العربيه الى 35 لاعب في شهر يناير اللي جاي. فاصل ونتواصل مع ضيوفنا المحترمين كابتن أسامة خليل والدكتور طارق الأدور وفتح ملفات ساخنة جدا والرد على رسائلكم في الواتساب. فاصل ونتواصل.